عادي عادي طلقي، عادي عادي طلق، اهجرها، طنشها، طنشيه، شو تبين فيه، علميه. يا جماعة الخير، هاي الأجوبة كلها مو بعندي. احنا هني في هذا الحساب، انا يعني ناذرتنا لخدمة الناس ولوجه الله تعالى. بصراحة انا ما عندي هاي الأجوبة، لكن عندي بتلاقي النصيحة اللي تساعدك واللي تساعدك على انك ترتقي ان شاء الله بالذكاء العاطفي بالوعي. بلادنا ما قصرت فينا، علمونا، ورب العالمين عطانا المسؤولية، وترى على عاتقنا أمه. يتابعوني كثير، فلا تتوقعون مني أنا بقول لك سير طلق. الخراب يا جماعة سهل، لكن البناء صعب. لكن بتحصل مني النصيحة، الاستشارة، إني أتقي الله في البشر. ما في حد كامل، وما في زواج وطلاق ما في سبب فيه. أكيد هو غلط وهي غلطت، أو هو تعدى أو هي تعدت، مش أو ولا تعدت. فلما تجيني استشارات، هاي الاستشارات البسيطة اللي أحطها الناس، أنا أتعامل بهاي الاستشارة بالسؤال، وأحاول من خلالها نوجه رسائل للناس، للبشر، للرجال، للنساء، ويتأكدوا أن أنا أؤمن أن ما في عبث في الحياة، وأن رب العالمين إذا طاف عليك فيديو، أي فيديو، أنا بالنسبة لي فيديوهاتي ريلزاتي، تأكد أنه ما عبث. رب العالمين يباك تسمع الكلمة، وربك يباك تسمعين النصيحة. أنا يتابعوني فئات عمرية من صغير لكبير، لكن الصح صح والخطأ خطأ. الصفات الإنسانية بتتم إنسان، بتتم مهمة، مثل الاحترام، الثقة، المحبة، الطيب. العواطف اللي لازم نهتم فيها، الخوف، الحزن، الاكتئاب. المشاعر اللي ممكن نشعرها، غيرة، حقد، حسد، غضب، وايد اشياء نتكلم فيها. في النهاية نحن بشر. فاللي تابعني جديد، اتمنى ان هذه تكون بالنسبة لك محطة، واللي تابعني من قبل ذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين.